وزي ما شفتوا في الفيديو هي دي طريقه التنظيف السهله اللي اكيد كلنا بنحلم بيها علشان كده بنقدم لكم مجموعه التنظيف السهله جدا المتكونه من المايكرو من كاتش موب كمان كاتش موب تسعه قطع مختلفه هتستمتعوا بطريقه التنظيف بتاعتها لانها كمان مقدمه من الشركه الكوريه هابي كول واللي حققت نجاح كبير جدا وقدمت برضو مجموعه اواني طهي من هابي كول اللي حققت مبيعات خياليه في عالم التسوق علشان كده مشاهدينا جمعتنا دلوقتي ان نتعرف على مجموعه كاتش موب وطريقه تنظيف قد ايه هتكون سهله وحلوه جدا لكن في البدايه برحب بزميلي الموجود معانا النهارده في عالم التسوق عباس ازيك عباس هاي كيفك رانيا الحمد كيف لله النهارده بنتكلم عن منتج جميل جدا كاتش موب اكيد مثل ما قلنا كاتش ماب هي جيدة الصنع مكونه من المايكروفايبر يلي هي بتساعد على تنظيف السوائل الصعبه وتمتص الاوساخ يلي هي موجوده كمان بتساعد بدون استعمال اي سوائل او مواد اخرى كمان هي بمعنى لينه كمان هي بالمعنى كتير لينه بتساعد بتضر بتخربش على الصوت يعني صحيه الص... جدا بالنسبه صحية لنا جداً. كمان لانه اهم حاجه احنا هنستخدمها في كاتش موب مجرد القطعه بس اللي احنا بننظف بيها ما فيش اي مواد كيماويه ما فيش اي حاجه هتضطروا ان انتم تستخدموها ابدا لكن هيبقى عندكم بس القطع وطريقه التنظيف على طول هتكون سهله لان كمان كاتش موب زي ما قلت معموله من فايبرز فيها الياف كثيره بتسهل علينا التنظيف كمان بتسحب كل السوائل وكمان بتسحب برده كتير جدا من اصعب البقع وال اللي بتكون مدربة بالنسبة لنا كاتش موب هو منتج مذهل جدا وفي كتير من المميزات عايز يقول لنا عليها عباس برضو اكيد حتى كمان نحكي عن عن الشركة هي العالمية هابي كول يا هي هي صناعة كورية هي صناعة كورية من شركة الرائد هابي كول يلي هي الرائد يلي هي الرائدة كمان وابدعت بصناعة الكاتش موب وكثير من الصناعات يلي كان كمان تصديرها لعدة طيب طيب بلدان طبعا مش هنقدر ننسى الشو الجميل اللي احنا قدمناه في عالم التسوق طبعا يلي تم تصديرها لعدة بلدان بالعالم مثل المانيا اليابان كندا فرنسا، حتى كمان انه كانت كونت من تسعة قطع تفيدنا. وانا هعرف دلوقتي مشاهدين على التسعة قطع، اول ما هتحصلوا على كاتش موب مشاهدين هتحصلوا على التسعة قطع وهي كافين، الكافين دول بنستخدمهم لتنظيف الالكترونيات وكمان المفروشات، بالاضافة كمان إلى الاسبونج، اثنين سبونج مختلفين برضه في طريقة التنظيف، دول متعددين الاستخدامات وعندهم قدرة عالية جدا للامتصاص، بالاضافة كمان لقطعتين برضه القطعتين دول احنا بنستخدمهم في المطبخ وليهم وجهين مختلفين زي ما احنا شايفين الوجه اللي هو البنفسجي ده في الياف كتيره او مايكروفايبرز كتير طويله علشان التنظيف والوجه الثاني اللي احنا شايفينه اللي هو الاخضر هو ده اللي احنا بنستخدمه لما بنيجي نمسح بعد عمليه التنظيف على طول كمان القطعتين الثانيين وهما الموب او الممسحه بنقدم برضو قطعتين هنا والممسحه كلها كامله من المايكروفايبرز برضه بنستخدمها علشان ننظف بيها كل الاسطح المختلفه التايلز السيراميك وحتى الحمامات وكثير من المميزات هنتابعها دلوقتي مع بعض وهنشوف قد ايه طريقه التنظيف هتكون عمليه جدا مع كاتش موب رقم المنتج بالنسبه لكاتش موب هو خمسة اتنين واحد صفر واحد بالاضافه كمان الى ان انتم هتحصلوا على الممسحه زي ما انا بوريها لكم دلوقتي مشاهدينا الى جانب كمان قطع المايكروفايبرز اللي انتم هتستمتعوا بيها من خلال التنظيف السهل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض وفي كتير كمان من الحاجات عباس حابب هو يقول لنا عليها ونشوف قد ايه الاستخدامات جميله يلا انا شايفه كاسه حليب دلوقتي ثاني بفرجيكي قد ايش هدي الاسبونج يلي هي بتتم الامتصاص السوائل اكثر من 10 مرات هنشوف دلوقتي قد ايه هي تقدر تمتص من مجرد مسحه واحده وليها وجهين كمان مختلفين كلهم بيحتووا على المايكروفايبرز على عكس الطرق العاديه اللي احنا بنتغير فيها غير الشقف الاسبونج اللي بنستعمله يلا بنحب الحليب اكثر كفايه يعني هتغلبني أعت... يعني في, في التنظيف عم تستعملي عم تعملي تستعملي كاتش ماب بعيد. انا دلوقتي عايزه اوري المشاهدين قد ايه طريقه التنظيف هتكون سهله بمجرد ان احنا بنعمل كده وبرده بنحاول ان احنا نجمع الحليب بطريقه سهله جدا على طول الحليب واو. كله بيمتص بمنتهى السهوله مع الكاتش موب حتى برده بوري الناحيه الثانيه ولا كان كان في حاجه والطبق بيلمع بمنتهى النظافه وشايفين قد ايه فتك... طريقه التنظيف سهله ولا مع كاتش مو ب... مع الاسبونج اللي احنا بنستخدمها طريقه الامتصاص على كل كل سريع على البوتاجاز يعني احنا بالبيت انا شايفه على... انت يعني عامل مجهود صحيح. علشان خاطر <applause> يعني نكون عم نطبخ بنكون عم نساوي شيء بيتم الدلب بيتم الاحتراق قديش نحن هذا بنعاني منه هيدي القطعه يلي انعملت خصيصا لتمتص الماء الصعبه بس مطلوب منا انه نحطها نحط عليها شويه مي نعملها هيك وننظف البقع الصعبه اللي يعني نعرف نحن كل البوتاجاز اللي بتكون موجوده الموجود اللي اللي بتكون موجوده على الغاز مثل نحن بنواجه بنكون عم نطبخ ايه ده اصعب البقع يعني طبعا كل السيدات بتعاني من كل دهون. آه مثلا اللبن او الطبخ او اي حاجه بت... طبعا بتتركم على البوتاجاز آه بتكون صعبه جدا بالنسبه لنا لكن احنا دلوقتي اول حاجه عملناها ان بالقطعه البيربل او بالوجه البيربل آه ان احنا نظفنا وبعدين مسحنا باللون الاخضر هنا بالوجه الثاني الاخضر مسحنا ونظفنا تماما مع الكاتش موب دي كانت طريقه سهله جدا وكل حاجه كانت سهله جدا بالنسبه لنا وشفنا قد ايه نوريها برده للكاميرا هي دي الاوساخ اللي كانت موجوده على البوتاجاز ولما مسحنا برده كانت هي دي الاوساخ اللي طلعت معانا يعني البوتاجاز بتاعنا قد ايه مضمون للنظافه 100% ودي طبعا النتيجه اللي انتم حابين ان تحصلوا عليها طول الوقت واو <applause> انا مش انا انا اندهشت يعني. لانه بكون انا بالبيت <applause> نحن عم نمدق بس كون عم تطبخي بتلم الطبخ عم تطب على الغاز وبيحترقوا وب... بالصعوبة وبعدين نروح دلوقتي يا عباس مع بعض ونشوف السبراي قد ايه ممكن يكون صعب جدا على الازاز هنا طبعا في عندنا القطع اللي احنا بنستخدمها للتنظيف في المطبخ كل اللي احنا محتاجين نعمله بس انه بشويه ميه احيانا الاطفال عندنا في البيت بيلخبطوا لنا الازاز بيعملوا كتير جدا مثلا من الحاجات اللي بتغلفنا بطريقه فظيعه اه. لكن شوف هنا طريقه التنظيف قد ايه سريعه وسهله جدا وبمنتهى السرعه لكن ما بيعمل اكتر على ال... انا مش مصدقه يعني ان انا كل أنا ده انا هشرب معاك كمان بمنتهى السهوله وإنت أنت كمان عباس برضو. حسناً يعني... معك كداش طريقته سهلة. <applause> واو وطبعا انتوا انت له على انا على طول خلصت بسرعه شايف قد ايه نظافة جميله جدا آه طبعا هو ده اللي طلع بسبب المايكروفايبر فايبر احنا استخدمنا الوجه الناشف اللي فيه مايكروفايبرز طويله هي اللي دي بتلتقط كل واصعب البقع والاوساخ اللي احنا ما بنقدرش ان احنا نشيلها ولو احنا حابين نمسح كمان مطرح الميه بعديها بنستخدم القطعه الثانيه اللي هي الوجه الاخضر اللي فيه مايكروفايبرز رفيعه انا مش مصدقه مبسوطه جدا يلي كمان انه بس لتعلم انه ما بيعلق الرشه اللي كله بتكمشه هون انتم ملاحظين انه يعني بعد كده اولادكم مهما شخبطوا على الحيطه ولا عملوا اي حاجه مش مشكلة بالنسبه لنا انا كمان عايزه اشوف دلوقتي واقول لكل المشاهدين ان هنا في عندنا اسطح كتير مختلفه وبنتكلم على الممسحه اللي احنا بنقدمها مع كاتش موب وكمان متوفر معاها قطعتين من المايكرو هنا برضو بوريها للكاميرا القطعتين المايكرو دول طريقه استخدامهم هتكون سهله برضو في الاستخدام لانها فيها تكنولوجيا عاليه جدا بتتغلب على اصعب البقع هنا اول حاجه بتيجي الممسحة معانا بتيجي من غير المايكرو فايبر بتيجي ممسحة عادية زي ما هي كده وبعدين بنثبت عليها المايكرو فايبر بمنتهى السهولة. السهولة بتثبت وبتبقى جاهزة معانا للاستخدام. كمان عايزة أقول على حاجة تانية إن طريقة الاستخدام هنا برضو قد إيه سهلة مع الممسحة لأنها لو إحنا حطيناها على الأرض فهي ليها رأس متحرك، رأس متحرك ده بيسهل الاستخدام وشايفين طبعاً طريقة الاستخدام قد إيه هتكون سهلة واو شايف لك عب... قد ايه باسحابها بدي أصحابة... انا على طول خلصت بوري للكاميرا كميه الاوساخ اللي احنا شفناها دلوقتي واحنا استخدمناها مع ال... الكاتش موب وقد ايه هي اوريدي امتصتها بمنتهى السهوله على طول عباس يا حرام لسه بيعاني مع المنشفه العاديه او الموب العاديه الفرق. في كتير ليك الفرق شفت انت ما فيش انا الفرق ما بيني وما بينك انا مسحت كل حاجه في خطوه واحده انت على طول أنت لسه بتعاني نضفتي اكتر مساحه ودي طريقه الاستخدام اللي انتم حابين تشوفوها طبعا مشاهدينا مع كاتش ما بتحب ان انت تجرب تكمل بقيه طريقه التنظيف اديني الممسحه العاديه انا اجرب علشان كده طبعا يعني انت اياها من الاول ليش اعطيتيني اياها ما اللي. انت لازم تتغلب شويه علشان توري الناس قد ايه هي دي الطريقه اللي احنا كل ب... جميع الاوساخ اذا مشاهدينا طبعا زي انا هسيبكم دلوقتي مع بس شوفوا الطريقه بتاعه التنظيف قد ايه سريعه المايكروفايبر قد ايش الشعر والاوساخ الموجوده على الارض حتى طبعاً. لما نكون احنا برات البيت وبنجي بندعس على السيراميك بيسم التطبيع على الارض عن جد محتاجين كاتش ماب لحتى نحن بكل بيت اصلا اصلا هي صديقه لكل بيت وطبعا زي ما احنا شايفين هي دي طرق التنظيف اللي احنا محتاجينها هننسى تماما طرق التنظيف الاعتياديه علشان كده عباس لازم نقول لكل الناس دلوقتي ان هم يستغلوا الفرصه ويحصلوا على مجموعه كاتش ماب تسع قطع مختلفه من المايكرو فايبرز قدمناها لكم كان الكافين اللي بتستخدم لتنظيف المفروشات والالكترونيات بالاضافه للسفنجتين اللي احنا استخدمناهم وهم متعددين الاستخدامات بالاضافه كمان لقطعتين اللي الاستخدام في المطبخ وقطعتين تانيين ان احنا بنستخدمهم للممسحه والممسحه الموجوده معانا اتصلوا دلوقتي حالا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه ورقم كاتش موب هو 521100 وطبعا استمتعوا بنظافه فريده من نوعها يمكنكم الطلب الان بالاتصال على ارقام بلدكم الظاهره على الشاشه او قوموا بزياره موقعنا الالكتروني لسه معاكم بنتكلم عن مجموعة كاتش موب وهي المجموعة السحرية اللي بتدينا التنظيف السريع والمذهل جدا من خلال التسع قطع اللي احنا اتكلمنا عنها وبرضه هنشوف استخدامات كتير مختلفة بس قبل ما نبتدي ونشوف الديموز بتاعتنا اللي احنا قدمناها لكم كمان في حاجات عايزة أقولها لكم هي مقدمة برضه مجموعة كاتش موب من الشركة الكورية هابي كول واللي قدمت لنا مجموعة أواني طهي والحقات نجاحات كبيرة ومبيعات خيالية بردو في عالم التسوق وعباس دلوقتي جاهز انه يقدم لنا قد إيه من التحديات اللي هنشوفها مع كاتش موب واللي هي على عكس طرق التنظيف العاديه يلي هي كاتش ماب يلي هي بتحتوي على الألف من الالياف الموجوده يلي من جهه البربل يلي هي بتكون اسمك شوي يلي بت يلي بتكون اكثر ش... بتقلع البقع الصعبه بينما من الجهه الخضراء يلي هي البيستاش في بتحمي كل الاسطح وكمان منا بتعرض للخدوش على الاسطح عندكم بالمنزل خلينا هلا نجرب كيف بدنا ننظف يلي كنا اولادنا انا شايفه انا حاسه ان انا ابني موجود بينات... هلأ هنا في الاستوديو ياسين على طول ياسين على انا بدي نظف له من ورا <applause> <applause> ياسين هلا شوفوا القلم البيرمنت يلي ما بيطلع عن الحيطان كيف باي طريقه عم بيطلع بطريقه كثير سهله يعني أنا حتى خلص يعني البيت. حتى كمان رانيا فيكي تاخذيها معك على البيت <applause> <applause> تمطي من ورا ياسين انا يعني مش متخيله نتيجه جميله لاحست... جدا الفرق شايفين لاحظتوا الفرق فرق كثير حتى ال... ما بياثر على البويا كمان نحن بنخاف اذا بيقتلع البويا كمان طبعا احنا في كتير جدا من المشاكل اللي بتحصل لنا في البيت لما بيكون عندنا اطفال بنلاقي ان هم اخذوا الالوان وقعدوا يكملوا على الحيطه او احيانا مثلا يكون عندنا صلصه او شوكولاته بنلاقي كل الحيطه بتاعتنا مطبعه لكن مع القطعه اللي هي خاصه بالكيتشن من كاتش موب هي مه... هي طبعا هتكون هايله جدا في التنظيف لأنه كل البقع هتروح على طول بالاضافه كمان الى ان الالوان البقعة الصعبه الشوكولاته كل الحاجات اللي هي مطبعه على الحيطه هتطلع معانا ومن غير كمان ما هتاثر على البويه بتاعت الحيطه. <applause> كمان بعد كده انا شايفه انت في هنا اقلام هتعمل ايه؟ لك شغلي انا بقلم يلي هو خليني اكتب لك على ايدك شغلي وهتشوفي قديش الفايبر الميكرو فايبر <applause> حي... ماركر <applause> يعني طبعا بيرمنت ماركر معناها ان هو ما بيروحش اصلا لو احنا استخدمناه على اي سطح من الاسطح لكن ده تحدي كبير انا عايز اشوف هنعمل ايه وهجربها على ايدك هلا انا كمان <applause> <إحصفيق تصفيق> على <أعاد في> المثال اتفضل خليني اجرب لك اياه على ايدك أيوة م? يعني أنت كمان مديني تحدي كبير برضو عباس أنه حتى إحنا دلوقتي كتبنا سيتشوز في وهنشوف دلوقتي هنا التحدي هيكون قد إيه قدش. صعب بالpermanent ماركر وسايبينه كمان ينشف وهنشوف احنا نقدر نشيله ازاي لكن برضو خليني عباس اشيله بالميه جرب اغسله جرب جرب اغسله اذا هيطلع بالميه العاديه هنا برضو لو انا حبيت ان انا اشيله بالميه هو <applause> اوريدي نشف عباس ومش هيطلع خالص من ايدي انت لكن عايزين <applause> هنشوف دلوقتي التحدي مع كاتش موب بالسفنجه بالسفنجه ايه ايوه <applause> خليها سريه <applause> لا مش مصدقه بلا سد ايه ده <applause> طبعا يعني شايفين انه كان الماركر اللي هو الثابت اللي ما بيطلعش باي حاجه ابدا ولا حتى على الاسطح الكتير المختلفه اول ما احنا كتبنا الكلمه بعد كده بمجرد ان انا جربت ميه ما اتشالتش تماما لكن بالسفنجه اللي هي السبونج الموجوده من كاتش موب شفنا قد ايه طبعا انه كل الماركر هنا طلع فيها بمنتهى السهوله عشان كده هي بتمتص كل واصعب البقع اللي بيكون صحيح. صعب عليها التغلب وهنشوف نشوف دلوقتي تحدي كمان, كمان مع كاتش موب انا شايفه هنا عباس ان في شقوق طبعا ممكن تكون موجوده مثلا في الحمام في الاسطح المختلفه في الخشب في في او حتى المكتبه بيكون صعب علينا جدا ان احنا ننظفها مظبوط حتى كمان اذا كنا عندنا خزانه وكمان عم ننظفها فيه بيكون بين الخشب ما بنقدر نوصل لهم حتى ننظفهم شوفوا بطريقه من المايكرو فايبر قديش بنقدر نوصل لها حطينا لك طلعوا الوسخ اللي على الاصبعي لان المايكروفايبر فايبر بيلتقط كل الاتربه والاوساخ الموجوده خلينا هلا نجرب أنا شايف اكثر انا شايفه أنه يعني الاطار اللي عندنا ده كله متبهدل في شعر وفي خلينا كيف هلا حيتم تنظيفه بطريقه كتير سهله يلي هو حتى الشعر نحن فرجيها نوري الكاميرا حتى الشعر واو شايفين قد ايه طبعا طريقه التنظيف قويه جدا كل الشعر اتراكم وهو كل الشعر طبعا امتصته الجلاف او القفاز اللي احنا شايفينه دلوقتي وعباس ماسكه بينظف بيه فدي طريقه سهله جدا للتنظيف حتى كمان الحبيبات الصغيره اتعلقت في حبوب المايكروفايبرز او في الياف المايكروفايبرز اللي موجوده انا طبعا مزبوط. مبسوطه خلينا نفرجيكي هلا على دمو جديد هلا يلي كان هو بس المطلوب خلينا نعرفهم اكثر على على قطعه القماش اللي هي موجوده من المايكروفايبر المايكرو فايبر يلي هي موجوده بالالاف الالياف الموجوده اللي فيها بتقدر على البقعه الصعبه حتى كمان نقدر نستعمل الجهه الخضر لتلميع الاسطح بالمطبخ او باي اجهزه خليني انا برضه اوريها هنا واشرح للكاميرا على ما انت تعمل الديمو هنا ش... زي ما احنا شايفين مشاهدينا برضه هنا دي القطعه او الوجه ده اللي فيه المايكرو فايبرز اللي هي بتكون طويله دي بتسهل علينا التنظيف دي اللي بتنظف اصعب البقع والوجه الثاني اللي احنا بعد التنظيف بنبدا نمسح بيه وهنشوف بس قد محتاجين... ايه طريقه اه صحيح هلا بس نحن بس محتاجين نط صغير نحط عليها ماي ونفرجي هيك مثل هيك طنجره اللي كان عليها مثل الشوكولاته طبعا اصعب وال... البقع وهي الدهون الزيوت اللي بتتعرض للنار اكثر من مره طريقه التنظيف بتاعتها تكون صعبه لانه أكيد. يعني اكتر من مره بتكون في النار لبن بيكون مسكوب الدهون آآ لحظه آآ الطريقه, يعني الطريقة رنا تتخزن فظيعه انا شايفه ان <applause> طريقه التنظيف لحظة. مصدقه واو كانها جديده بالظبط عباس لحظه طبعا مشاهدينا هي دي طريقه التنظيف اللي انتوا حابين تحصلوا عليها طول الوقت وتشوفوها مع كاتش موب شايفين قد ايه الفرق ما بين السطح اللي لسه منضفينه كاتش موب وطبعا الطريقه العاديه اللي طبعا بتغلبنا كتير جدا في التنظيف والتليفون انا هوري بس للكاميرا الاول ان هنا هو هي دي السماعه من قبل <applause> وبعد كده هنشوف طريقه التنظيف عامله ازاي طبعا احنا يعني الستات او الامهات بيصعب عليهم نفسهم احيانا اللي هما اللي بيعملوا كده سواء شوكولاته او حتى صلصه او اي حاجه بنشوف طريقه التنظيف هنا سهله ازاي انا برضو عايزة اوري جاربي جاربي كمان هنا طريقة بتريقتي. التنظيف انا حبيت بقى حابة ان انا اشوف هنا قد ايه ان انا هستمتع بالتنظيف برضو على طول وكمان في كتير جدا من الحاجات هوري هنا برضو للكاميرا دي السماعة بعد ما احنا نضفناها بكتير من الكاتش موب هنوفر فلوس وكمان هنوفر وقت وهتكون طريقه سريعه وبنتكلم كمان هنا على الكاتش موب خلينا اللي هي الممسحه ياللي كمان قديش بتكون هي انه سهله الاستعمال يلي دي بت... اسوأ حاجه انا ممكن اشوفها في البيت طبعا أ... انه الاسطح المختلفه والباركي والسيراميك وال... زي ما احنا شايفين عليه حتى سهله بالاستعمال كمان كتير هنا عندنا بقع كتير مثلا بقع اطفال ممكن يشربوا عصير ممكن يطلقوا الصلصه ال... ممكن الفرق. كمان يبقى في شوكولاته على الارض انا شايفه فرق خيالي يعني مش مصدقه اللي انت بتعمله عباس صراحه وبطريقه سريعه جدا كل ده بسبب المايكرو فايبر اللي بتتعلق فيها كل الاتربه طبعا هي دي طريقه التنظيف اللي انتم بتحلموا بيها لكن انا معايا المساحه العاديه اللي شفنا برضو عباس قد ايه حاول يجرب ان هو يشيل لكن هي حتى كمان في تحريكها صعبه جدا ما فيهاش ما بتشيلش اي نوع من انواع البقع لكن طبعا عباس بيتغلب عليا <applause> بيشيل عليك. كل الدهون اذا مشاهدينا دي دلوقتي فرصتكم ان انتم تحصلوا على طريقه تنظيف سهله جدا وممتعه وسريعه مع كاتش موب من خلال المنتج اللي احنا بنقدمه النهارده تسع قطع مختلفه بنقدمها لكم وهتحصلوا عليها دلوقتي رقم المنتج 521100 قدمنا لكم مجموعه التنظيف السحريه من هابي كول وهي مجموعه كاتش موب حققت نجاح كبير جدا بالاضافه كمان الى انها من الشركه الكوريه اللي قدمت لنا هابي كول وشفناها طبعا في عالم التسوق مجموعه كاتش موب هي تسع قطع من المايكرو فايبرز بتسهل علينا انها بتمتص كل السوائل واصعب البقع والاتربه بالاضافه كمان الى ان هي سهله التنظيف وسهلة الغسيل فبتضل معانا الفترة طويلة مايكروفايبر تكنولوجي يلي هي بتتصل أوساخ بشكل هائل وما بتتم دفشة لجانب الآخر كما بإمكانها القدرة على امتصاص البقع الصعبة وكمان شغلة تانية خلينا نحكي عن المايكروفايبر يلي هو من الألافات الألياف يلي بتتم الامتصاص بشكل هائل مشان هيك تسمتي صديقة للبيئة وصديقة لكل بيت إذن دي فرصتكم أنتم تحصلوا على كاتش موب ودايما تابعونا بأهم وأجمل المنتجات اللي هتشوفوها معنا في عالم التسوق أعجبكم المنتج اضغط على إضافة في السلة